فضل يعني آخر آيتين من سورة البقرة ورد في فضلهما نصوص دلت على ذلك. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما الذي كفاه؟ ذكر أنه يعني كفي من قيام الليل في الفضل، وقيل كفي من قراءة القرآن، الله، وقيل كفي في الثواب مما يطلبه في عمل غير قراءة هاتين الآيتين. عظيم. وكفتاه من وقيل الشرور، كفتاه من شرور الإنس والجن، من شر كل ما يحذره على نفسه، لأنك أنت نايم ما تملك أمرك، ما تملك أمرك، يحفظك رب العالمين. نعم، فيحفظك الله سبحانه وتعالى من الشرور الظاهرة والخفية التي لا تعلم من أين تأتي. إذن هذه معاني، وإيش نقول في مجموعها؟ يعني ذكر النووي وقد يراد بالجميع أن الله يكفي في الثواب ومن الشرور، ويكفي من قيام الليل ومن تلاوة القرآن أو من قراءة القرآن على وجه الإطلاق. يعني وأنا أنصح الإخوة والإخوات المشاهدين والمشاهدات أن تعلموا، يعني كل شخص يسمع كلامي أنا أرجو وأطمع من أن يحفظ هاتين الآيتين. هي تبدأ من وين؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيتين. فانصرنا على القوم الكافرين. نعم، فانصرنا عند قولي فانصرنا على القوم الكافرين في ختام هذه السورة. أنا أنصح نصيحة والله صادقة أن كل مسلم ومسلمة يحفظون هاتين الآيتين. الأمر الثاني، علموا أولادكم. جاء في بعض الآثار وذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري أن جاء الأمر بتعليم النساء وبالأولاد وأهل البيت هاتين الآيتين لعظيم فوائدهما. أن تخشى على ولدك، على طفلك الرضيع، تخشى على نفسك، تخشى على أولادك خارج المنزل مثلا، إذا قرأوا هاتين الآيتين الله يكفيهم من كل شر، يكفيهم من كل شر، فضلا عن الفضائل الأخرى، الله أكبر، من كفاية قيام الليل، من تلاوة القرآن، من الثواب العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. جميل. يعني حسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. يا رب. هذا كله يدل على خصائص هاتين الآيتين. فهل بعد هذه الفضائل من يفرط في تلاوة هاتين الآيتين في ما تأخذ الليل؟ دقيقة أقل إذا تعود عليه المسلم. أنا أنصح من يشاهد هذه الحلقة إذا أذن لصلاة المغرب أو قبل الأذان اقرأ بهاتين الآيتين.